السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1، الصف الأول الابتدائي، ترم 1 الترم الأول، ولسه بنحل مع بعض بعض التدريبات من الأكتيفيتي بوك أو من كتاب الأنشطة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة هنبدأ مع page number 4 أو صفحة رقم 4، language use. language use استخدامات اللغة. بيكلمنا هنا يا أصحابي عن حاجة اسمها صفات الملكية، صفات الملكية أو possessive adjective. يعني ايه صفات الملكية؟ يعني لما اقول على حاجة ان هي ملكي بتاعتي بقول my book كتابي، my name اسمي، my pen قلمي، اي حاجة بتاعتي يعني ملكي انا بقول عليها my. طب لو انا بتكلم عن اخويا، بتكلم عن حاجة ملك اخويا، بقول مثلا كتابه، بقول في الحالة دي his يعني ملكه، his book يعني كتابه، his name يعني اسمه، his pen يعني قلمه. يبقى his يعني ملكه للولد او الراجل. لما بتكلم عن حد ولد او راجل بقول على اي حاجة ملكه his. طب لما بتكلم على حاجة ملك بنت، اختي مثلا او مامتي او التيتشر بتاعتي، لو انا بتكلم على حاجة ملكها بقول her يعني ملكها، her book يعني كتابها، her name يعني اسمها، her pen يعني قلمها. فهنا بنتكلم عن ال possessive adjectives أو صفات الملكية. لما بتكلم على حاجة ملكي أو ملك أخويا أو ملك أختي، ملكي أنا my، ملك أي ولد تاني بقول عليها his ملكه، ملك أي بنت بقول عليها her ملكها. فبيزي بي بتقول لنا هنا read اقرأ and و match وصل. هنقرأ ال sentences هنا أو الجمل دي، وبعدين هنعمل match هنوصلها بالصور المناسبة. فأول صورة هو حال المثال بتاعها وعمل لها match وموصلها بالجملة الصحيحة. الولد الصغير الجميل ده واقف قدام الكيك الخاصة بعيد ميلاده، بالتورتة الخاصة بعيد ميلاده. المفروض هنا هو بيقول My name is فريد، My name is فريد، أنا اسمي فريد. I am أنا 6، يبقى أنا عندي 6 سنين. وهو عامل لنا ماتش عشان يوضح لنا الجزء ده. وزي ما قلنا من شوية هو بيتكلم عن اسمه، فبيقول My name يعني اسمي. الصورة التانية في ولد وولد تاني واقفين وبينهم الكيك بتاعة العيد الميلاد، هو بيشاور عليه ومبتسم. فالمفروض ان هو يقول his name ولا her name يا اصحابي؟ شاطرين، his name، لان هو بيقول اسمه. احنا قلنا his لما نتكلم على اي حاجة ملك اي ولد تاني بنقول عليها his. his name is عمر، his name is عمر، he is 5 يعني عنده 5 سنين. فهنعمل ماتش بين الصورة دي والسنتنس دي. وتالت صورة الولد ده والبنوتة دي واقفين وبينهم الكيك بتاعة عيد الميلاد، هو بيشاور عليها، المفروض ان هو بيقول اسمها. فهو يقول ايه؟ شاطرين، هيقول her name is سلمى، she is 8، هي عندها 8 سنين. وكده نكون عملنا read او قرأنا وعملنا match ووصلنا كمان. ونتنقل للجزء التاني في البيج دي، خليكم معي. الجزء التاني في البيج هنا بيزي بي بتقول لنا look انظر and circle ضع دائرة حول. احنا هنشوف الصورة وبعدين هنعمل circle حوالين الكلمة الصحيحة. فاول صورة بيزي بي حلها لنا وفيها يد كده، يد حد بيشاور على بنوتة، وبعدين بيقول her name is رفايدة، her name is رفايدة، اسمها رفايدة،
يبقى هو عامل لنا سيركل على هير علشان يوضح لنا ان اسمها هي الاسم بتاعها اللي هو ملكها از رفايدة. المفروض بعد كده بيقول he is ولا she is seven. المفروض نقول he is ولا she is seven، هو ولا هي عندها 7 سنين. المفروض نقول he is ولا she is seven. شاطرين، هي رفايدة وهي بنت وبنقول عليها her name، يبقى نقول she is seven، هي عندها 7 سنين. وبكده عملنا circle حوالين she is seven. طب الصورة التانية فيها يد حد بيشاور على ولد، المفروض هنقول his name ولا her name is نادر. شاطرين، طبعا his name is نادر، اسمه نادر، وهنقول he is ولا she is six. شاطرين، طبعا he is لأن هو ولد، وأي ولد بنقول عليه he فهنعمل circle حوالين he is. طب تالت صورة فيها بنوتة بتشاور على نفسها وبتتكلم وبتقول my ولا her name is ريم، هتقول على نفسها my ولا her name is ريم. شاطرين، طبعا هتقول my name is ريم، اسمي هو ريم، فهنعمل circle حوالين my. والجملة التانية I am ولا she is eight. شاطرين، المفروض تقول I am 8 يعني أنا عندي 8 سنين. وكده نكون حلينا المثال ده ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 5 أو صفحة رقم 5 وعنوانها learn words. learn يعني تعلم، words words يعني الكلمات، وبذري بتقول لنا هنا read اقرأ and color and color ولون. يبقى هنقرأ الصفات بتاعة كل صورة وهنلون الصورة دي حسب الصفات المكتوبة جنبها أو تحت منها. فعندنا أول صورة فيها صورة بوي، ولد صغير كده وجميل، مكتوب تحت منه black hair. black hair يبقى شعره لونه أسود، black يعني أسود، hair يعني شعر، and و brown eyes. brown eyes وعينين بنية، يبقى عيونه لونها بني brown eyes يعني عيون، وشعره لونه black أو أسود. الصورة التانية فيها بنوتة جميلة مكتوب تحت منها brown hair. brown hair يعني شعر بني، and green eyes. and green eyes وعيون خضراء، يبقى هنعمل coloring وهنلون الهير باللون البراون أو البني، والايز او العينين باللون الجرين او الاخضر. تالت صورة فيها بنوتة اكبر شوية ولابسة نظارة كمان، فالصفات بتاعتها براون هير. براون هير يعني شعر بني، وبلو ايز. بلو ايز يعني عيون زرقاء، and green glasses. and green glasses والنظارة نفسها لونها اخضر، يبقى هنعمل coloring للهير وهنخليه brown، وهنعمل coloring للايز وهنخليها blue، وهنعمل coloring للglasses كمان او للنظارات بتاعتها وهنخليها green. الصورة الرابعة فيها بوي صغير وجميل مكتوب تحت منه brown hair. brown hair شعر بني، and blue eyes. blue eyes عيون زرقاء. الصورة الخامسة فيها ولد تاني مكتوب تحت منه بلوند هير. بلوند يعني اشقر، يعني لون الشعر الاصفر الذهبي ده اسمه بلوند. بلوند يعني اشقر، ده اسمه اشقر، فالشعر بيكون اصفر فاتح زي ما يكون لون ذهبي. بلوند هير شعر اشقر، and blue eyes. and blue eyes وعيون زرقاء، يبقى هنعمل coloring للهير باللون اليلو او الاصفر، coloring للايز باللون البلو او الازرق. طيب اخر صورة فيها صورة ولد تاني لابس glasses او نظارات، ومكتوب تحت منه blonde hair. blonde hair شعر اشقر. brown eyes. brown eyes عيون بنية. and black glasses. and black glasses ونظارة سوداء.
يبقى هنعمل كالرنج للهير ونخليه بلوند او اصفر، وهنعمل كالرنج للايز وهنخليها براون او بني، وهنعمل كالرنج للجلاسز وهنخليها اسود او بلاك. في الجزء الثاني في البيج دي يا اصحابي هنلاقي بيزي بي بتقول لنا read and match. read يعني اقرأ، and match and match وصل. فمديانا مجموعة صور ومجموعة sentences أو جمل، هنوصل الجملة بالصورة المناسبة. فأول جملة مكتوب فيها short، short يعني قصير، straight مفرود ناعم، hair شعر، يبقى الشعر قصير أو short وstraight مفرود أو ناعم hair. دي أول sentence. تاني sentence أو تاني جملة بتقول long طويل، straight hair، straight hair شعر ناعم، يبقى شعر ناعم وطويل. long طويل، straight hair شعر ناعم وطويل. تالت sentence أو تالت جملة بتقول short قصير، curly hair، curly hair شعر مموج. short قصير، curly hair شعر مموج وقصير. ورابع sentence أو رابع جملة بتقول long طويل، curly hair، curly hair شعر مموج أو مجعد. long curly hair شعر مموج، شعر مجعد وطويل. وعندنا أربع صور أو four pictures هنا. صورة فيها بنوتة شعرها curly وطويل، صورة فيها boy أو ولد شعره curly وقصير، صورة فيها boy تاني شعره straight ناعم وشورت قصير، وصورة فيها بنوتة تانية شعرها straight أو ناعم ولونج أو طويل. فالمفروض لما الجملة الأولانية تقولي short straight hair أوصلها بأنهي صورة من الصور دي يا أصحابي؟ شاطرين صورة الولد ده، لأن هو شعره short وstraight hair في نفس الوقت. طب الجملة التانية بتقول long straight hair، المفروض مين اللي عنده long straight hair هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هي البنوتة دي شعرها ناعم وطويل، long and straight hair هنوصلها بيها كده. طب تالت جملة بتقول لنا short curly hair، short curly hair شعر قصير ومموج. شاطرين، هي هو ده الولد اللي عنده short curly hair. ورابع sentence أو رابع جملة بتقول long curly hair، long curly hair شعر طويل ومموج، وهي دي الصورة اللي فيها long curly hair زي ما قلنا من شوية. وبكده نكون عملنا read وعملنا match، ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 6 أو صفحة رقم 6، ولسه بنكمل مع بعض language use أو استخدامات اللغة، ولسه بنتكلم عن possessive adjectives أو صفات الملكية اللي احنا قلنا عليها من شوية. لما اتكلم على حاجة ملكي بقول عليها my، لما اتكلم على حاجة ملك ولد تاني بقول عليها his ملكه، لما اتكلم على حاجة ملك بنت تانية بقول عليها her، her ملكها، لما بتكلم عن نفسي بقول I أنا، لما بتكلم على ولد تاني بقول he، he يعني هو، لما اتكلم على بنت تانية بقول she، she يعني هي. لازم نكون عارفين الكلام ده كويس. فهنا بيزي بي بتقول لنا circle then color، circle يعني ضع دائرة حول، then color ثم بعد ذلك لون. هنختار الجملة الصحيحة ونعمل حواليها circle، وبعدين هنعمل coloring وهنلون الصور بشكل سليم. وأول صورة يا أصحابي بيزي بي حلها لنا علشان تسهل علينا عملية الحل، وبتقول لنا هنا البنت دي مكتوب جنبها هي وشي وبعدين has black glasses، فهي عمل لنا circle حوالين شي علشان احنا بنتكلم على بنت، شي يعني هي. لو بنتكلم على ولد طبعا هنعمل circle حوالين هي، هي يعني هو. ولما نتكلم كمان على نفسنا بنقول I يعني انا، فهي بنت هنا فبنعمل حوالين شي circle، هي has black glasses، has black glasses يعني لون النظارة بتاعتها
لونها اسود، هي بتملك نظارة سوداء، فالمفروض ان احنا نعمل كولرنج للجلاسز دي ان بلاك كولر او باللون الاسود زي ما هي قالت لنا. الصورة التانية مكتوب تحت منها I have ولا has brown eyes. المفروض I بيجي معاها have في verb to have، وطبعا احنا شرحنا الجرامر بتاع اولى وتانية ابتدائي بشكل كامل لان هو متصل مع بعضه في حلقتين موجودين على القناة هنا ونزلوا من فترة قريبة، فيهم شرح verb to be و verb to have و verb to do. والجزء اللي احنا لازم نكون عارفينه كويس، كنا عرفنا ان I بيجي معاها have، لكن has بتيجي مع he و she و it. فلما اجي اقول على نفسي انا املك بقول I have، ما ينفعش اقول I has. فهي البنوتة دي بتقول انا عندي عيون بنية، بتقول I have ولا I has brown eyes. شاطرين طبعا I have، فنعمل سيركل هنا حوالين have لان هي I have brown eyes، والمفروض ان احنا هنعمل coloring للايز بتاعتها او لعينيها in brown color او باللون البني. طب في الصورة التالتة في ولد صغير ومكتوب تحت منه he ولا she has black hair. هو ولا she هي has black hair. شاطرين طبعا he has black hair، هو لديه شعر اسود. المفروض ان احنا نعمل coloring للهير بتاعه in black color او باللون الاسود. في الصورة الرابعة في بنوتة ومكتوب تحت منها she have ولا has green eyes. المفروض ان احنا بنقول she have ولا she has green eyes. شاطرين she has، احنا قلنا من شوية have بتيجي مع I، لكن he و she و it بيجي معها has، فنعمل circle حوالين has وهتبقى she has green eyes. مفروض هنلون عينيها باللون الجرين او اللون الاخضر. واخر صورة فيها الولد ده مكتوب تحت منه I ولا she have black glasses. شاطرين طبعا لما اجي اقول have بقول I، وهو كمان ولد مش هينفع اقول عليه شي، فهنعمل سيركل حوالين اي وهنعمل كولرنج للجلاسز بتاعته او للنظارة بتاعته بالبلاك او باللون الاسود، ونتنقل للجزء اللي بعد كده. خليكم معايا. وبيزي بي بتقول لنا هنا اصحابي read and color. read اقرأ and color ولون. واضح جدا ان في الجزء ده احنا بنراجع على الكولرز او على الالوان، وزي ما قلنا من شوية بنراجع على جزء من الجرامر، جزء من verb to have، جزء من ال possessive adjectives أو من صفات الملكية، جزء كمان من ال subjects أو من الضمائر. لما بتكلم عن نفسي أقول I، على ولد تاني بقول he يعني هو، لو على بنت تانية بقول she. وطبعا زي ما قلت من شوية الجرامر بتاع أولى وتانية ابتدائي مشروح في حلقتين موجودين على القناة، نزلوا من قريب، هيوضح لكم كل المعلومات الخاصة بالجرامر المقررة عليكم السنة دي، وهت كمان هتسهل عليكم الجرامر الخاص بالسنة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش تفرجوا عليهم، هيفرقوا معاكم كتير إن شاء الله. فهنا المفروض إن احنا هنعمل read وبعدين هنعمل color. في صورتين عندنا، صورة ولد وصورة بنت. مكتوب هنا he has black hair. he has هو ولا هي he has black hair، هو لديه شعر اسود. يبقى he has black hair، يبقى هنلون شعر البوي ده بالblack color او باللون الاسود. she has blonde hair. she has blonde hair، هي عندها شعر اشقر. بلوند يعني اشقر. المفروض ان احنا هنعمل كولرنج للشعر بتاع البنوتة دي باليلو كولر او باللون الاصفر. he has هو يملك، هو لديه brown eyes. brown eyes عيون بنية، يبقى المفروض هنعمل كولرنج للايز بتاعت البوي ده بالبراون او باللون البني. she has green eyes، هي لديها، هي تملك green eyes عيون خضراء، يبقى المفروض هنعمل coloring للايز بتاعت البنوتة دي
بالجرين كولر او باللون الاخضر، وبكده نكون عرفنا الفرق بين هي وشي، وكمان اكدنا ان هي وشي بيجي معاهم هاز، هاز يعني يملك، ما بيجيش معاهم هاف. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. بس بي بتقول لنا هنا اصحابي complete اكمل، then draw and color، then draw and color يعني بعد ذلك، ثم بعد ذلك draw ارسم and color ولون. ومديانا مجموعة كلمات هنا black اسود، blonde اشقر، brown بني، blue أزرق، green أخضر، red أحمر. فالمفروض مكتوب هنا I have، I have أنا أملك، أنا لدي مسافة نقط، بعدين hair. هنقول بقى black hair ولا blonde hair ولا brown hair ولا blue hair ولا green hair ولا red hair. شاطرين طبعا ممكن نقول black hair وممكن نقول blonde hair، نكتب الصفة اللي احنا حابينها علشان خاطر بعد كده هنوضح الصفة دي في الصورة اللي احنا هنرسمها في الفريم ده او في البرواز ده. فهنكتب هنا I have black hair، انا عندي شعر اسود. طب في السنتنس التانية مكتوب I have، انا املك، انا لدي مسافة eyes، eyes يعني عيون. عينيا لونها ايه؟ ممكن اقول مثلا brown eyes، ممكن اقول مثلا brown eyes او عينين بنية، ممكن حد تاني يكتب blue eyes عينين زرقاء، ممكن حد تالت يكتب green eyes عينين خضراء. فالمهم ان احنا نكتب الصفة اللي هنا هنوضحها في الصورة اللي احنا نرسمها هنا زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا الجزء ده، نتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7 reading and writing. reading القراءة and writing والكتابة. بيزي بي بتقول لنا هنا look انظر، read اقرأ، and color and color ولون. فاحنا هنعمل look هننظر، وبعدين هنعمل read هنقرأ، وبعدين هنعمل color هنلون. اول صورة فيها boy او ولد، وفي سهم طالع من شعره مكتوب عليه black، black يعني اسود، وفي سهم تاني طالع من عند عينه مكتوب عليه براون، براون يعني بني. فاحنا كده عملنا لوك، نظرنا على صورة البوي ده، وكمان عملنا ريد، عملنا ريد قرأنا الوردز المكتوبة على الصورة. والمفروض بعد كده نعمل كولر ونلون، هنلون الهير بتاعه بالبلاك، وهنلون الايز بتاعته بالبراون. الصورة التانية موجود فيها جيرل، جيرل او بنوتة، الشعر بتاعها مكتوب عليه براون، براون يعني بني، والايز بتاعتها مكتوب عليها جرين، جرين يعني اخضر. يبقى المفروض ان احنا هنعمل كولر للهير ده بالبراون كولر، ونعمل كمان كولر للايز دي بالجرين كولر. الصورة التالتة فيها صورة بوي او ولد، شعره مكتوب عليه بلاك، والايز بتاعته مكتوب عليها بلو. يبقى هنعمل كولر للهير بتاعه بالبلاك كولر او باللون الاسود، وهنعمل كولرنج او هنلون الايز بتاعته باللون البلو او اللون الازرق. واخر صورة فيها جيرل، جيرل او بنوتة صغيرة، والشعر بتاعها مكتوب عليه ريد، ريد احمر، والايز بتاعتها مكتوب عليها براون، براون او بني. فهنعمل كولرنج للهير بتاعها بالريد كولر، وهنعمل كولرنج للايز بتاعتها بالبراون كولر. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وبيزي بي بتقول لنا هنا يا اصحابي look again انظر مرة تانية، then read and complete، then read ثم بعد ذلك اقرأ، and complete and complete واكمل. فاول حاجة مكتوب هنا he has هو لديه، هو يملك black hair، black hair شعر اسود، and brown eyes and brown eyes وعيون بنية. he is six، he is six هو عنده ست سنين. هي كملت لنا الجملة دي وحطت كلمة black وشطبت عليها فوق، وحطت كلمة six او ست سنين يعني وشطبت عليها فوق. تاني جملة she has هي لديها، هي تملك نقاط مسافة hair، المفروض شعرها يكون ايه، براون ولا بلو
ولا جرين ولا ريد ولا سيفن؟ سيفن يعني سبعة. شاطرين، هنقول she has brown hair. she has brown hair، عندها شعر بني. وهنشطب على كلمة brown كده هوت، لأن احنا كده استخدمناها. and not eyes، and not eyes، وعيون لونها كذا. المفروض عينيها هنقول مثلا لونها ايه؟ blue ولا green ولا red ولا seven؟ شاطرين، and blue eyes، and blue eyes، وعينين وعيون زرقاء. فهنشطب هنا على blue علشان استخدمناها. ومكتوب في الآخر she is seven. she is seven هي عندها 7 سنين. طب في السنتنس التالتة أو في الجملة التالتة، he has، هو لديه، black hair، شعر أسود، and مسافة eyes، وعينين مفروض هنقول عليها green ولا red ولا seven. شاطرين، green eyes أو عينين خضراء. وهنشطب على green زي ما احنا شايفين قدامنا. he is ومسافة he is red ولا seven. شاطرين، he is seven، هو عنده 7 سنين. هنشطب على seven كمان. وآخر sentence هنا، she has، هي لديها، هي تملك، مسافة hair، and brown eyes، وعينين بنية، she is six. مفروض بقى she has a، مفيش غير red طبعا، red أو شعر أحمر، يبقى هي شعرها لونه red أو أحمر. هنكتب red ونشطب عليها زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده انهينا الجزء ده. واخر example في البيج دي او اخر مثال في الصفحة دي، بيزي بي بتقول لنا هنا match. match يعني وصل. فاول حاجة هي حلها لنا ومكتوب فيها her name is، her name is ليلى. her name is ليلى، هي اسمها ليلى. ولما احنا نقول her name يعني بنقول حاجة خاصة ببنت، فهي موصلة لنا her name is ليلى بصورة البنوتة الجميلة. تاني sentence مكتوب فيها his name is محمد. his name is محمد، هو اسمه محمد. المفروض هنوصلها بصورة البوي ده ولا بصورة الجيرل دي؟ شاطرين، طبعا هنوصلها بصورة البوي، لأن his name يعني اسمه. تالت sentence مكتوب فيها he is seven. he is seven، هو عنده 7 سنين. المفروض نوصل ال sentence دي بالبوي ولا بالجيرل؟ شاطرين، طبعا هي السيفن، هو عنده 7 سنين، فهنوصلها بصورة البوي زي ما احنا شايفين قدامنا. she is six. she is six، هي عندها 6 سنين. المفروض نوصل ال sentence دي بالبوي ولا بالجيرل؟ شاطرين، طبعا بالجيرل، لان she is six، هي عندها 6 سنين. she has long hair. she has long hair، هي لديها شعر طويل. هنعمل ماتش مع صورة الولد ولا صورة البنت يا أصحابي؟ شاطرين، طبعا مع صورة الجيرل، فهنعمل ماتش بالشكل ده. he has short hair. he has short hair، هو لديه شعر قصير. يبقى هنعمل ماتش مع صورة البوي أو الولد ده. وبكده نكون حلينا الجزء ده وانهينا مع شرح درس النهاردة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.